تحس الخرايا وتحس الاعضاء ديال الخرايا حق الله العظيم. حتى انا توحشتك يا ياسمين. توحشك العطله والخير ان شاء الله. ابراهيم لاباس؟ سمعتك عندك وطلعي 13 درهم اللي سلتي ليا بها الليله هاد العطله. ها؟ 13 درهم؟ ديالاش؟ ساندويتش لاداندو بالكيتشوب، واش باغا تاكليني ب 13 درهم؟ انت راك ديتي الفضل وراس المال ومشيتي صيفتي مع راسك وخليتيني انا كنتشوط باب داركم بالشمس، طلعي! صافي صافي، شويتين على قبل جوج ديال الفرانك، دابا نصرف ونعطيك رزقك، وزيد بلا ما تقد ترعد عليا، اجي اجي اجي، علاش اخويا 13 درهم وانا شريت من عندك نديرو 5 دراهم روز، 4 دراهم فرماج وكاشير، ودرهم خبزة. هي 10 دراهم ديالاش اخويا 3 دراهم اللي زدتي؟ دابا غادي تولي 18 درهم على هاد الفهمات اللي فيك، يلا طلعي. 18 درهم؟ وانا خديت غير ساندويتش ديال لاداند بلا فريت. 5 دراهم فوائد تأخير. فوائد تأخير؟ مالك بنكة؟ بلي ختم في بنكة، شوفي يا غادي تطلعي داكشي اللي كنسالك يا غندير عليك الحجر في باب المؤسسة وما غادخلي حتى تبلص لي الدين ديالي، مزيانة؟ اه بلا ما تقد ترعد عليا. انا تترعد انا تترعد، طلعي. راه غادي صافي 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 صافي، يلا معايا نصرف ونعطيك رزقك.